بونسوار ما راح نحضر هلا صحن فتوش عايزين خس فليفله خضراء خيار بصل اخضر بصله عادي فجل بندوره نعنع وبقله وللصوص اكيد بحاجه نحن لخل بلسميك شويه حامض شويه دبس الرمان شويه زيت وسمنه وبهارات ورشه ملح. هلا اول شيء بدنا نبلش بالخس. من بعد ما نقطع الخس بنجيب الخيار منضيفهم بالشاط نرجع منجيب البندورة منضيفهم فوق نرجع بناخد الفلايفلة بننظفها من قلبها بنضيفهم على الشاط نرجع منجيب البصل الأخضر منقطع البصل الأخضر البصل الأخضر بيعطي كتير طعمة طيبة للسلاد نرجع نجيب الفجل منقشرها شوي مش ضروري كله منضيفهم بقلب الجاد لك كيف صار هالجاد بألوان الخضرة الحلوة مش بس الطعمة بتميز السلات كمان الألوان منقطع الحار من بعد ما خلصنا الحار اكيد بقي عنا النعناع والبقلة اللي هن مطيبات السلاد من بعد ما خلصنا السلاد بقي عنا واللي هو اهم شيء انه نعمل الصوص والصوص اكيد شو بده بصلة من بعد ما نخلص فرن البصل منجيب شاط منضيفهم بقلب الشاط بنحط لها اول شيء وهي اهم شيء للفتوش سمق هاي كمية بتكفي شوي خل البلسميك مرقة صغيرة بتكفي ما بدنا نكتر كتير لما تطعم شوية حامض ما كتير شوية دبس الرمان شوية زيت زيتون هلا من بعد ما حطينا زيت زيتون رشة ملح صغيرة هاي كمية بتكفي بنخلطه بنولع الزيت لنقدر نقلي الخبز من بعد ما حمينا النار نجي منضيف الخبزة منضيف الصوص والبصل على الجاد وبنخلطه من بعد ما خلطنا السلاد منجيب صحن التقديم بنحط السلاد بصحن التقديم هلا منجيب الخبز المقلي منكسره شوي
بنضيف لها رشة سميق. وهي أكلتنا لليوم. ألف صحة وهنا.